في اليوم العالمي لحرية الصحافة، العراق يتذيل قائمة البلدان في ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومة وفق مرصد الحريات الصحفية العراقي، الذي كتب إن استهداف الصحفيين من خلال منعهم من التغطية والاعتداء عليهم ومصادرة معداتهم الصحفية وجلبهم إلى المحاكم في دعاوى قضائية ما يزال هو الأسلوب الأكثر رواجاً خلال العام المنصرم. ما لم تكن هناك حرية تعبير حقيقية، حرية تعبير عن الرأي في العراق، سيكون عمل الصحفيين في العراق مقتصرا، وسيبقى الصحفي في العراق يدفع ثمنا قاسيا في مسألة التعبير عن رأيه بشكل حقيقي وبشكل كما هو يريد. وأعتقد جازما أن استمرار وجود عناصر منفلتة، استمرار وجود انفلات للسلاح في العراق، استمرار وجود ميليشيات وفصائل مسلحة تقول الدولة أنها تعمل خارج إطار الدولة، استمرار كل هذه المظاهر، هذا يعني أنه لا توجد حرية تعبير رأي حقيقية في العراق، وهذا يعني أيضا أنه لا يوجد حرية لعمل الصحفيين في العراق. ويواجه الصحفيين في العراق تحد آخر، وهو محاولة كسب المواطن من جديد لاستعادة الثقة بالوسائل الإعلامية وما تنقله من وقائع بعد خيبات الأمل المتكررة بعدم أخذ مناشداتهم من قبل المسؤول على محمل الجد، لتبقى أصواتهم تصدح دون تلبية. المواطن جامعي ما يصدق بالشيء اللي سمعه واللي يشوفه بالتلفزيون. ليش؟ لأنه يعتبر أنه القنوات الفضائية جميعا أنه تابعة لأحزاب سياسية، تابعة لشخصيات سياسية، وما تكون هي على تماس مباشر مع المواطن، رغم أنه وجود قنوات فضائية ومؤسسات إعلامية مع تماس مباشر بحياة المواطن من خلال برامجها، نقل معاناتهم. المواطن صار عنده ملل. اليوم الصحافة بالعراق هي مقيدة، لا توجد حرية الصحافة ولا توجد حرية للصحفي أو للمراسل إن صح التعبير. كل الأحوال إحنا مقيدين، حتى حرية التعبير إن في طرح المواضيع، طرح ما يتم تداوله في الشارع العراقي، إحنا أيضا مقيدين. العراق ووفقا للمعطيات على الأرض ونتيجة لظروف سياسية وأمنية واجتماعية ووفقا لتقديرات أممية يقبع في المرتبة 163 في سلم الدول التي تواجه مشكلات مختلفة، وما تزال الحريات فيه مهمشة وضعيفة ولا تلبي المعايير الدولية، وتأتي الأولوية للسياسة والمنافسة والمكاسب على حساب الصحافة وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.